هوروسكوب. هوروسكوب مع داليا برعايه جوزيف معلوف وفير سبا استيتيك. برج الحمل، يوم كتير مثالي للتخلص من الأفكار السوداء، التشاؤم أو حتى الإحساس بالضعف، وثق بنفسك وبتلاحظ الفرق. أوضاعك العاطفية مش كتير منتظمة اليوم، حاول إنك ما تختلق أي مشاكل، أنت بغنى عنها وبتوجع لك رأسك. برج الثور، تظهر تفوق اليوم يا عزيزة الثور، وبتحصل تحولات جديدة وأفكار مميزة تضاف على مسيرتك المهنية. ما تربح الحبيب من نية بحبك الكبير إله، فهو على علم ودراية من اليوم الأول، وإلا ما كان اختارك لتكملوا مشواركم سوا. برج الجوزاء، بيبتسم لك الحظ وبتكون قادر على إظهار قدراتك ومواهبك وبتشد أعجاب الكل. إذا كنت عازب فاليوم مناسب جدا لإنهاء الوحدة والفراغ، بتلاقي حالك متفائل ومستعد لتلبية الدعوات والخروج مع الأصدقاء. برج السرطان، عليك بالقيام بجهود مضاعفة اليوم لتنال المركز اللي بتستحقه، فثابر وظهور كفاءتك. تتزايد ضغوط الشريك عليك، والأفضل إنك تحدد الخطوط العريضة للعلاقة اليوم قبل بكرة. برج الأسد، بتركز على قضايا مالية واستثمارات هامة، ولكن بينصحك الفلك بالانتباه للأحاديث السرية والمناورات. بتكون علاقتك بالشريك باللوج بأفضل أيامة، وهالأمر مؤشر كتير جيد لإمكانية بناء مستقبل واعد وأكثر إشراق. برج العذراء، تتحسن أوضاعك المهنية وبالأخص المالية، وبتصير الأمور كلها مثل ما خططت لها. ما تغضب من أي كلمة بيقولها الحبيب، فسر له عن وجهة نظرك بهدوء، فهو حتما قادر على استيعابها. برج الميزان، اصبر أيها الميزان، فأنت على وشك تحقيق أهدافك وطموحاتك والانتقال لمرحلة جديدة. أنت جذاب بدرجة كبيرة، وكل الأنظار موجهة عليك وبالأخص من قبل حبيب القلب. برج العقرب، بتساعدك براعتك بالكلام وقدرتك على الإقناع إنك تخلي الآخرين يتبعوك بمغامرة مهنية أو حتى مادية. بيحاول بعض أصحاب النوايا السوداء خلق المشاكل بينك وبين الشريك، ولكن قد ما يحاولوا بتبقوا أقوى من كل شيء. برج القوس، تعمل كل الظروف لمصلحتك، الأمر اللي بيسهل حياتك وبيسرع وتيرة عملك، وبتكون من الرواد بحقل اختصاصك. تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وبتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، وما بتواجه أي عقبات أو مصاعب. برج الجدي، بيحمل لك اليوم تغيير بعلاقاتك المهنية، حيث بتأسس لعلاقة مهمة مع الخارج، وبتحصل بعض التغييرات الإيجابية بالمناصب. بتوضع إصبعك على قضية عاطفية معلقة، والمطلوب منك إحداث التصحيحات اللازمة والانتباه لتصرفات الشريك تجاهك. برج الدلو، أوضاعك المالية الحالية بتفرض عليك الترتيبات بالإضافة للمفاوضات المهمة واللي بتتعلق بممتلكاتك ومكتسباتك. بتظهر اهتمام كبير بالشريك، وبتركز على بعض الأمور اللي بتخلي العلاقة تكون على أفضل ما يرام. برج الحوت، ما تترك نفسك تنجرف وراء المغريات اللي بتدفعك للخروج عن قواعد العمل، انتبه وفتح عيونك منيح. قلبك دقاته قوية، وكأنه الحب صار عادي جيد بحياته، ما بيقدر يبعد عنا. تريبيا and well done. مع برج الحوت بنكون وصلنا لختام فقرتنا سوا لليوم. أنا بدي أعطيكم موعد جديد كل يوم من التنين للجمعة بتمام الساعة 9:15. أما من هلأ لوقتها فبترككم بألف خير. أورفار. أوروسكوب برعاية جوزيف معلوف كوافير سبا استيتيك 450-934-9888.